صباح الخير. صباح الفل. تعال يا باشا تعال. يلا نروح على المدرسة، وبدك تنقلني على صفي، أنا بدي أرجع لعند الأنسة هازون. بالأول قول صباح الخير. صباح الخير. حبيبي بعتذر لأنه نقلناك، بعرف اتضايقت، بس أكيد رح نرجعك على صفك، لا تخاف. اليوم الأنسة هازان يمكن ما تجي. ليش؟ لأنه مبارح حكينا مع الأنسة شوي وقال مرضانة، فيمكن اليوم ما تجي. اليوم روح على صفك الجديد، وبعد الظهر بحكي مع مديركم، ولبكرة بتكون الأنسة طابت، اتفقنا؟ اتفقنا، بس أكتر من اليوم مستحيل استنى. خلاص بس اليوم. ما في بوسة؟ قلت لك بس اليوم. فهمنا شبك. يلا. بابا بس اليوم. طاهر. نتصل فيها؟ برأيي بكير، استني أحسن. وأنت اللي اتصلي. اليوم خليكي بالبيت، ريحي حالك، تمام؟ تمام. أنا سابقك. ملك؟ بكفي، خلصنا، الله يوفقك. مو قدراني ما أحكي ملك. بنص الليل بتتصلي بنفس بعد ما طلبتي رقمها من الراديو، بعدين منروح لنطلعك من بيت عم بيحترق مع جهنجو. شلون ما بدك أسألك؟ كان بدي إلا البرنامج حلو بس. ملك قولي شي مقنع. تأخرنا أختي، ما لازم نطلع؟ الله يوفقكم وييسر لكم أموركم. نفس تركها بأمانتك آسية. أنت روح مطمن وما تاكل همه. يلا بخاطركم. يلا بالإذن. مع السلامة. يلا لشوف، احكي لي القصة من الأول. غير نفس، شو صار لك؟ لا تخافي، ما في شي مهم، مغصة شوي. يعني مو قوي؟ ولا يهمك، مغصة وراحت. خافت عليكم لهيك معصبة. قصة الراديو زعجتها. دخيلك شو هالمشكلة يعني؟ اللي عملتيه مو غلط بنوب. انتي منيحة ما هيك؟ اي منيحة كتير، مغصة صغيرة بس مرقت. تعالي، يلا تعالي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.